نقل المدينة، طوبيس اللي كبرنا معاه واللي عمره ما تبدل. وإلا سولتي أي كازاوي عليه غادي تلقى عنده قصة في شكل مع الطوبيس. لم يتغير بعد حال أسطول حافلة النقل الحضري التي تجوب شوارع العاصمة الاقتصادية. مهترئ الهيكل يجري، ينفث وراءه أثخنة تخنق الأنفاس. حافلات أكل الدهر عليها وشرب، تجري ولمدة 15 سنة في شوارع الدار البيضاء حتى أضحى حالها على ما هو عليه اليوم. البيبان محلولين، الجاج مهرس، بس حالة ما نقولش لك هذاك الشيء مكرفص. هذا الشيء غير معقول، بس كتم غادي بيتي وقف في الطريق. السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. حنا متواجدين في مدينة كلوج نابوكا اللي غادي نكتشفوا فيها الحافلات تاع هذه المدينة هذه، خاصة واحد النوع تاع الحافلات اللي نفسهم كاينين في مدينة الدار البيضاء في المغرب، كاينين موجودين في هذه المدينة هذه. غنمشيو لأشهر ستاسيون كاين هنايا في كلوج اللي فيها واحد الحاجة اللي واعرة بزاف اللي زادوها جديدة. 20 مرة دير سكوات يعطيوك بيفابو. دونك غنمشي نشوفو هاد ستاسيون، ستاسيون الشهيرة اللي كاينة هنايا في رومانيا. واحد الحاجة اللي زوينة صراحة، فاتو داروها الناس في روسيا لأول مرة، وهنايا داروا تقريبا نفس الكونسيبت. هاد الفكرة دارت في روسيا سنة 2013 في محطة ديال المترو، خصك دير 30 سكوات باش تاخد التذكرة ديالك. نرجعو لمدينة كلوج، بالضبط في المحطة المعلومة. تما الخوتي ديال ستاسيون هنا فين كدير سكواد 20 مرة كيعطيوك التيكي ديال الله، ضرب 40 مرة تاخذ جوج تيكيات، 60 مرة ثلاثة تيكيات، ما خصك غير دوز النار ديالك فابور ديال الله. كلشي فهاد البلاصة، الناس كبار، الدراري صغار، عيالات، كلشي كيدير هاد البلان هذا، وحتى حنا غادي نجربو ان شاء الله. دابا الخوت الحاج ضرب معاه شي 60 تيكية كارني ضربنا. هاد النوع تاع الطوبيس سميتو المسلوق. ها هو خوت بيض، كلشي ديال الله. ايوا سير دير لينا اصاحبي، سير اصاحبي. درتي واحد النهار والله ما ثلاث ايام ما نضتش، والله ما نكذب. بلاد دي سناطات صالح كالاطوري واحد، يعني فواياج واحد تمشي به صافي. نورمالمون راه كتفاليدي من هاد البنجال. اوبا تقدر دوز بها النهار كامل ديالك هنايا، تاخذ تيكيات ديال الله. حنايا حضرنا البنادم هنايا كيدير شي 4 المرات 5 المرات، كياخذ شي 5 ديال التيكيات وكيمشي عادي جدا في اطار السبور والحياة. دايرين بون توش تما هو البلاصه اللي كتجلس فيها باش كتسنى الطوبيس. صراحه هذه القضيه كاينه غير في ستاسيون وحده هنا في كلوج اللي كاينه هنا قريبه للسونتر فيل، ولا في السونتر فيل وقال ياك السونتر فيل. بالنسبه للثمن تاع الطوبيس فهو تقريبا بحاله بحال المغرب، 5 دراهم. خوت واخيرا وجه لينا الحبيب ديالنا الطوبيس ريحه المغرب. هو جاي هو جاي الصباح، حنا كنتسناو خوت دابا عاد هذا الله يجي. الروتار موروث من المغرب ماشي غير هنا. ها هو الدراري، ها بلاصه، ها بلاصه التيران دونور الدراري، ها بلاصه. وا با 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 سعود، سعود رقم 9. ايه الرقم 9، ولكن جا وقت الغداء وخصنا نمشيو نتغداو. حنا جينا دابايا عند واحد خونا ياسين فلسطيني اللي غادي نطيبوا واحد الاكله فلسطينيه، شاورما وفلافل، ومن ورا هادشي ان شاء الله الخوت ملي باغا ناكلو غادي نصيبوا الكنافه الفلسطينيه. الكنافه الفلسطينيه شي حاجه اللي واو.
خو الطبق ديالنا وجد هنايا شاورما فلسطينيه مع اخ ياسين. تحيه لي من فلسطين صايب لينا انا الاكله شهيه جدا مع يونس. يونس فيه الجوع ودابا غادي نصايبو شاورما في الخبز واللعيبات كلشي ديال الله. تحيه لخوتنا الفلسطينيين. شكرا حياك يا اهلا وسهلا شرفتنا والله. الله يحفظك. شكرا جزيلا. من بعد ما كلينا جا الدور على كنافه فلسطينيه واللي سهله التحضير. معلقه ديال السمن في مقله وكنخليوها تذوب. من بعد كنقطعوا العجينه ديال الكنافه. معلقه ديال السكر كتعطي واحد الاحمرار مزيان للكنافه. من بعد كنرجعوا داك السمن اللي درناه في المرحله الاولى. كنحاولوا نخلطوا جميع المكونات وكنرجعهم للمقله اللي درنا فيها السمن. الاخ فلسطيني نصحنا بواحد الجبن اللي سميته هكاوي، ولكن بسبب ظروف الغربه استعملنا جبن عادي وموزاريلا، وكلما كان الجبن اكثر كلما النتيجه كتخرج احسن. من بعد كنحطوا المقله على نار هادئه وكنحركوها على هذا الشكل هذا لمده ديال 15 دقيقه. في نفس الوقت الا ما عندكش العسل كنقدروا نصايبوه براسنا. كنديروا الماء والسكر وكنزيدوا شويه ديال الحامض، واخر حاجه للتزيين وهو البيستاش. بغيتو تشوفوا النتيجه النهائيه كنصحكم انكم تدخلوا لاشين ديال ياسين اللي غنخليها لكم في الديسكريبسيون كدعم وشكر لهادشي اللي دار معنا. صراحه الخوت هنايا في كلوج ما بين طوبيس وطوبيس كتلقى طوبيس، وهذه نقطه ايجابيه كتحسب لهاد المدينه هذه، واللي صراحه من احسن المدن اللي كيعجبوني هنايا. كاينين في رومانيا حاجه اللي زوينه بالنسبه للطوبيس اللي كنقلبوا عليه حنايا فهو واحد الشكل اللي قليل بزاف، مازال ما جاش مازال كنتسناو. اما الطوبيسات الاخرين فهما كاينين بزاف. كاين هاد الشاشه هذه اللي كتوريك التوقيت، وصراحه التوقيت اللي كتعطيك اكزاكت هو اللي كيجي فيه الطوبيس. واخيرا جا الطوبيس وجا الوقت اللي نمشيو فيه. هذا خوت الطوبيس هذا والله تفكرنا في المغرب. الرب الله ورك ترجع الله ورك تشد طريق سيدي مؤمن واحد الساعه ديال المكان من المدينه حتى لسيدي مؤمن واحد قرب التيرانات ديما التيرانات كلشي ديال الله الخوت. دابا غنمشيو ما شاء الله حتى التيرمينوس فين غيدينا الله على المهم كلشي ديال الله الخوت. عرفنا الباب الزواد والزواد حلينا الباب. صراحه كاين فرق كبير بزاف ما بين الطوبيس تاع المغرب والطوبيس تاع كلوج. لا من ناحيه صراحه المقاوه اللي فيه نقي بزاف، عندك فين تخلص بلا كارت بونكير، عندك فين تخلص بالتيكي ديالك ولا باس ام اس حتى هو. كاين داك الزر باش انك تدوموندي باش يتحل لك الباب سواء اللوراني سواء الوسطاني. فيه شوفاج بيان سور، الجاج هو هذاك ما مهرس ما والو. حنا ولفنا في المغرب ديك الجاجه ديال الشيفور الاولانيه ديما كتكون في هذيك العنكبوت ديما مضروبه بحجره ولا شي حاجه. الاضاءه هي فيه سيرتو في الليل فيه الاضاءه زوينه، والصراحه كتحس به بانه اوتوبيس قديم. كتحس عاوتاني في نفس الوقت بان الناس مهلين فيه هنايا. هو الفرق صراحه اللي لاحظتو ديجا هنايا في كلوج ما بقاش بزاف الطوبيس ما حدو كما قلت لك فهو قديم، يعني بحال نقولوا بدا كينقرض ما بقاش بزاف كما شفتو في الفلوغ. فصعيب باش كيجي شي واحد ولا جوج، يعني ما بقاوش بزاف. مشينا حتى للتيرمينوس صراحه ما لقيناش كاينين بزاف من داك النوع، لانهم ما جابوا واحد النوع اللي جديد، وهذه تقريبا راه سنوات هذه باش بدلوا الطوبيسات، جابوا طوبيسات واحد اخرين جداد من دوله المانيا. وما عرفناش في المغرب واش غادي تحمل المسؤوليه المسؤولين ديال مدينه الدار البيضاء اللي ما موفرينش طوبيسات بواحد الجوده اللي مزيانه ولا بواحد التنظيم اللي مزيان، ولا غادي تسبها في المواطن اللي ما كيحافظش مثلا على الممتلكات العامه، الناس اللي كيهرسوا والناس اللي كيشفروا وسط الطوبيس وكذا. فهذا هو المشكل، لانك كتشوف بان هاد الناس كتشوف نفس البرودوي، يعني كتشوف نفس الطوبيس كاين في دوله رومانيا نفسه كاين في المغرب. كتشوف ان هاد الناس كيفاش معاملين مع نفس الحاجه وكيفاش المغرب معامل معاه بطريقه واحده اخرى. فسمعنا مؤخرا بان مدينه الدار البيضاء غادي تجدد طوبيسات وغادي تبدلهم ابتداء من 2021 في شهر فبراير اعتقد. فكنتمنى ان ما يوقعش نفس الغلط اللي وقع مع الحافلات اللي كانوا من قبل. نتمنى ان الناس راعيوا هذا المشكل، وعلى الاقل ما نتمنى زعما تكون توصل لهم الفكره، يعني نفس الحاجه كما قلت لكم، يعني نفس الطوبيس اللي واخدينه من فرنسا حتى رومانيا هنا الناس متعاملين معاه بشكل مزيان
في المغرب لا. فنتمنى ان الناس يوعوا بهاد المسؤوليه، ونتمنى ان الطوبيسات اللي غادي يديروهم جداد يتهلاو فيهم ويكونوا في المستوى. اول فلوق غادي نديرو فلاشين في يوتيوب، كنت جيت لمدينه كلوج في هاد ستاسيون بالضبط، شدني الكونترول صراحه. انا ماشي ما كنتش مخلص، كان عندي تشيكي ولكن ما فاليديتوش في البلاصه ديالها اللي خاصني نورمالمون فاليدي. تما جا الكونترول وشدني، واخا لقى عندي البي ولقاني ما فاليديتوش، ما خلصتش في الاخر امون تسمح لي وداكشي. ولكن في هاد البلاصه هاد ستاسيون بالضبط، لان كلوج صراحه فيها الكونترول شويه مشدد مقارنه مع المدن الاخرى.